حمد ستور يحييكم، وغاب الستور لفترة لكن العودة لن تأتي بعبث. منتج صراحة جبار، هذا المنتج راح يفيدك يا كابتن، راح يفيد والدينك، راح يدعو لك. صدقني هذا المنتج من الآخر، حاول تركز معاي لأنه راح يعجبك 100%. خلني أعيشك معاي لحظة بلحظة. شوف يا كابتن، القطعة أول شيء تيك مسكرة بالطريقة هذه، زين تبطلها، يا سلام كذي، ها اوبا، شوف شوف، يا سلام يا سلام. هني طبعا هذا الجهاز، انا لعبتي المساج حبيبي، اضبط لك اجهزة المساج الحصرية اللي تنزل في العالم، اجيب لك اياها، تحصلها موجودة عند الستور. هذا هو الجهاز، هني توصلها بالكهرباء، الحين بنوصلها بالكهرباء، راح ارويك. نفس ما تقول جهاز مساج ارضي، تنسدح وعيش، عيش بأحلى مساج. شوف عزيزي الفاضل، بعد ما وصلناه بالكهرباء عندك هذا الريموت، مجرد تضغط هني راح تشتغل معاك القطعة. شوف كيف، شوف، يا سلام يا سلام، يبالنا ننسدح الحين، يبالنا ننسدح. شوف راح هني طبعا 10 دقائق، 20 دقيقة، 30 دقيقة، نضغط هني خلينا نشوف شو يستوي. اوه شوف هني، شوف هني، شوف هني شو يستوي، شوف معي شو يستوي. هذه حق الريل، شوف هني حق وين منطقة الفخوب، شوف يسوي لك مساج، يزيد 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 بالطريقة هذه، يا سلام. هني طبعا توقفه وتشغله، خلنا نروح عند الفص هذا، ضغطناه، شوف هناك شو يستوي، شوف شوف عند الراس، الله، عند الراس، الظهر، أسفل الظهر والريول، شوف كيف، شوف شوف هناك المساج. حطيت لكم المعنى كامل للريموت، فأعتقد الصورة واضحة عندكم، تختار تشوف اللي تباه واضغط وعيش، شوف أنواع وأشكال. لا لا يبان ننسدح حبيبي، السلام عليكم، خلنا نروح ننسدح. الله يستجربة شي مال 5 دقائق 10 دقائق، صراحة شوف بالهوى بالهوى يا فنان فنان، الملمس ماله جميل صراحة، ما يأذيك، مش أنه نفس الكور العصة هاي، لا بالهوى، فيعطيك مساج صراحة، الراس الظهر كامل، وعندك هني لين الريول، شيء من الآخر. وأحلى شيء نفس ما رويتكم في البداية، تقدر تشسفها وتشلها معك أي مكان، كهرباء ازدحها في الأرض وفي أي وقت في أي زمان، قطعة من الآخر والكمية محدودة، حط في بالك يا كابتن.